على اي حال مشاهدينا معنا دلوقتي، معنا الان عبر الهاتف دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. دكتور علي، الحقيقه لو تابعنا حديث دكتور مصطفى مدبولي وايضا حديث معالي الوزيره نيفين جامع، انه الصادرات الاستثمارات الاسبانيه في مصر وصلت 826 مليون يورو من خلال 280 شركة إسبانية موجودة في مصر. عايز أسأل حضرتك عن أبرز الملفات الاقتصادية اللي بيتم التعاون فيها بين الجانب المصري والإسباني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا في البداية الاقتصاد الإسباني هو رابع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة اليورو، وبيأتي في المرتبة الـ14 على مستوى العالم، واحد من الاقتصادات الكبيرة واللي بتتمتع بنوع من أنواع التنوع مش نقدر نحصره في تميز في قطاع واحد. بدأ دايما في قطاع الزراعة، لكن بعد كده أصبح متنوع في عديد من القطاعات. فكرة الشراكة اللي تكون موجودة ما بين مصر وما بين أسبانيا على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية أكيد هتضيف للجانبين في ظل اصلاحات اقتصاديه الدوله المصريه قامت بيها ونجاحات على مستوى تهيئه مناخ الاستثمار. زي ما حضرتك ذكرتي في مقدمتك، هي علاقات تاريخيه. هناك العديد من الاستثمارات الاسبانيه في مصر المتنوعه ما بين عديد من القطاعات، سواء على مستوى قطاع الصناعه، قطاع السياحه، قطاع الطاقه وغيرها من القطاعات الاخرى. الدولة بتحاول ان هي تعرض الاصلاحات والانجازات اللي حدثت على ارض الواقع، وهناك اشارة الى زيارة للمنطقة الاقتصادية، وده كان يمكن معالي رئيس الوزراء كان اكد على هذا الامر بجانب استعراض مجموعة من التفاصيل الخاصة بمعدلات التبادل التجاري اللي نأمل ان هي تتضاعف خلال الفترة القادمة. لان لما نيجي نشوف قوة الاقتصاد المصري ووزنه النسبي مقارنة بالقارة الأفريقية، وأيضا الوزن النسبي للاقتصاد الأسباني كوزن نسبي من منطقة اليورو، فهنلاقي أن معدلات التبادل التجاري وحتى الاستثمارات محتاجة بشكل كبير أن هي تتضاعف الفترة القادمة. وده اللي بيدي أهمية كبيرة جدا للقاء اليوم، ازاي يبقى في لغه حوار ما بين الحكومه المصريه والحكومه الاسبانيه من جانب، وعلى الجانب الاخر رجال الاعمال والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في مصر والعرض للفرص الاستثماريه الواعده. فبالتالي هو كان امر جيد جدا ان يتم استعراض كثير من النجاحات، ويمكن كمان كان في نقطه مرتبطه بتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادي ايجابيه مواجهته لجائحه كورونا. صحيح، من الدول القليله اللي قدرت انها تحقق نمو كمان بالضبط. وجزء اخر مهم جدا وبيهتم بيه كثير من المستثمرين وبالاخص الاجانب، هو جزء متعلق بالتصنيف الائتماني. ازاي الاقتصاد المصري قدر ان هو يحافظ على ثبات التصنيف الائتماني بالرغم من الجائحه، وبالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لعديد من اقتصادات المنطقه، وبالتالي ده كان امر كان يجب الاشاره ليه وتم بالفعل. الجزء الثاني مرتبط بيه ازاي تمت الاشاره بيه ليه كمان يا فندم من الجانب الاسباني، الحقيقه مش من الجانب المصري كمان. بالظبط. وكمان النقطه الثانيه مرتبطه بازاي ان مصر اصبحت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى القارة الأفريقية. احنا شفنا العام الماضي ما يقرب من حوالي 5.9 مليار دولار كحجم استثمارات أجنبية مباشرة قادمة للدولة المصرية، وده كان جزء مهم جدا تم التأكيد عليه. ودي معلومات وتفاصيل بيهتم بيها مش هقول المستثمر الأسباني بس، لكن أي مستثمر أجنبي بيبقى لديه فضول للتعرف على التفاصيل الخاصه بالتصنيف الائتماني، مناخ الاستثمار، الاصلاحات التي تقوم على ارض الواقع. فبالتالي كان طبعا يا فندم تتخطى فكره الفضول، الحقيقه دي معايير اساسيه، يعني معايير اساسيه عشان لتحديد وجهته الاستثماريه. بالظبط. لكن كمان عاوز اضيف ليها ان احنا يعني من ضمن اهم محددات الاستثمار بتيجي دايما في المرتبه الاولى الاستقرار السياسي والامني، والحمد لله دوت متوفر في الدوله المصريه، وياتي في المرتبه الثانيه الجزء الخاص بالاستقرار الاقتصادي، تهيئه مناخ الاستثمار،
الجزء الخاص بالإجراءات اللي الدولة بتقوم بيها والآليات الحديثة سواء على مستوى التحول الرقمي والشمول المالي، واحدة من أهم الآليات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، البنية التحتية، تأمين مصادر الطاقة، دي كلها تفاصيل مهمة جدا لأي استثمار وقود لأي استثمار. عظيم. دكتور علي، رئيس الوزراء الأسباني قبل زيارته للقاهرة قال إن الأسبان بيستهدفوا زيادة حركة التجارة والروابط التجارية بين مصر وأسبانيا، وإن هذا الأمر أصبح هام للغاية في هذا التوقيت. رؤيتك للكلام، خصوصا إن في مجالات عدة ممكن يتم التعاون فيها ما بين الجانبين. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحياتي لحضرتك في البداية. خلينا نقول طبعا هو الفكرة كلها مرتبطة بأن أسبانيا بتنظر إلى مصر أن هي بوابة للقارة الإفريقية، وفي نفس الوقت مع الإصلاحات ومع حركة النمو المستمرة والمستدامة على مستوى الاقتصاد المصري، هناك أفاق لزيادة معدلات التبادل التجاري ما بين الدولتين، لأن كمان على مستوى الصادرات المصرية حصل فيها نوع من أنواع التنوع بشكل كبير جدا، ما بقتش مقتصره كما كان في الماضي على سلع اوليه فقط، ولكن ابتدينا نشوف التنوع دوت، ابتدت تبقى السلع الصناعيه بقت نسبتها ابتدت تزيد. في نفس الوقت الجانب الاسباني بيكسب شريك قوي في المنطقه وبالاخص في القاره الافريقيه مع التحول الشديد اللي ابتدت تشهده القاره الافريقيه. نحن نتحدث عن منطقه تجاره حره افريقيه دخلت حيز التنفيذ، علاقات طيبه ما بين مصر وبين كافة دول القارة الإفريقية، وبالتالي إزاي أسبانيا تقدر تستفيد من الدولة المصرية كمان مش على مستوى الاقتصاد بس، ولكن كبوابة للقارة الإفريقية في ظل منافسة شديدة جدا ما بين قضاة العالم على التواجد بشكل أكبر في القارة الإفريقية. فبالتالي زيادة معدلات التبادل التجاري هتعود أكيد بنفع على الجانبين. عظيم جدا. دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ضيف عزيز دايما علينا في صباح الخير يا مصر.